سلامة الجميع ما طول سالم وباقي قصرنا لا ابدا ما انت اللي تقصر لا انت ولا الحاضرين ولا المتابعين ابو تغيل يا مرحبا انت تغرد غرد اول شيء انا طالبك انت ويا اخويا تخلوني اظهر اللي بباطني على خشمي من امس ما تحكيت على خشمي وعندي نصايح وعندي اشياء كاتبها منكم من شروع على خشمي لكن ماذا من قلتها فتمام بو تخيل سالتك سؤال وعلى عيني وراسي وتقول اللي في خاطرك انت تغرد والله اسمع بها لا بعد عرفتها وان شاء الله بعرفها اليوم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير ما شاء الله ما شاء الله الله يعز الاسلام ويعز حكومتك يا رب يخلينا ملكنا ابو الشعب السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويخلينا ولي العهد الامير محمد بن سلمان امير الشعب اي والله والله يوفق الشعب السعودي الجمعة والعز والمعزة على كلام الله وكلام الرسول يا الله يا رب ويمنعهم من الأعداء ويوفقهم ويعطيهم إن شاء الله النية السليمة آمين يا الله يا كريم بعد ذلك نرجع للمواطنين نعود درجات عندك يا أبو على شحن يا المواطنين وأيته المواطنين على شحن أشحن طيب يا أخوي كل واحد يسمع كلامه هالشحم طيب تراه من أول يملأ الشحم أقول الله يشرح صدوركم ويسر أموركم ويشفي مرضاكم ويقضي ديونكم ويصلح لكم أبناءكم وبناتكم آمين ويجمع شملكم ويصلح ما بين الزوج وزوجته وما بين الشيبة وأولاده وما بين الجيران وما بين الإخوان وإن الله يجعلكم كلكم محب للثاني في هذه الحياة لنا حياة يا مرحلة اللهم آمين وإن الله يجعله ما يجي بينكم جعل لا بين أخوه ولا الولد وأبوه ولا الأم وبنتها ولا وإن الله يجعل كل منكم سعيد في هذه الدنيا اللهم آمين شو بعده بعد طاعة الله وبعد بر الوالدين وبعد الصدقة وبعد الزكاة وبعد الأخلاق الطيبة والتواضع وبعد الأذى عن الطريق هذه هي البداية لأنك ابتديت بالأمور والعلم عند الله إن شاء الله تكون سعيد وانت يدلك الله سبحانه وتعالى الطريق السليم آمين بعد طاعة الله وبر الوالدين والأشياء اللي تحط فيك إيمان ويقين إنك تمشي صح إنك تمشي صح ثانيا فدعوة للشباب والشابات اللي مبتدين في الاختبار الله يوفقكم ويجعلكم تكسبون الدرجات العالية عند الله درجاتكم في الامتحان آمين. تتعبون في الحر وفي البرد ويجيكم أنتم وأهلكم صعوبات ولكن الفوز بعد فوز طاعة الله هو فوزكم لازم تهتم لازم الولد والبنت ولازم يتعب ما هو بس وقت الاختبارات حياة لا صرت مجتهد في المدرسة جاي الطريق المسهل ولا جات اختبارك ليش فاهم الماده ذي والماده ذي ولا الامور بتوفيق الله سهله فكاك مهمل لنفسك رجع الاختبار تسهر الليل وبعدين التماثيل والجوالات خلوها على جنب انت تبي لك حجر صح وتبي لك مستقبل صح ما تنفعك الجوالات ومتابعه التيك توك والسناب صادق ومتابعة أبو تخيل وإشكاله خله ما هو بنام والله كافو بتخيل ما لا لا يجيب أبو تخيل تكتب أبو تخيل ولا سنابه ولا واحد ما هو بنام يعني في المدرسة وقت الفراغ ما هو بنام يعني خله أي خله ثاني حاجة لا سرحت من بيتك أي. الولد على شحم يا أبو حط مالك عني أشحن من بيتك على شحم يا أبو صار لا لا الثانية الثانية شيلي تبرطم الثانية قدني قرب اعتبر ممتاز خليك قريب خلوه خليه يوصل الله يرفع قدرك اقول لك ويطول اعماركم وتكمل ترى انا ما بقطعك المخرج مبهور ها تخطيت اني اطلع من كرسي ان شاء الله الايام الجايه يعني عشان اشجعك لا هو شجعني لكن انا ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحال انا نسخه تبغى خل 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 خل
والله يا متى ما سرحت من ابوك انت الولد وبنته وانت مصلي الفجر بالطريقه السليمه وابوك راضي وامك راضي ان الله يسعدك. اي بالله ان الله يسعد. من كانك رايح ما صليت الفجر متاخر وقت الساعه 7 وامك زعلانه وابوك زعلان. كل العلم عند الله الغيب ما علم له لكن اعتبر انك فاشل من طب مطبم. الله يكافي. الثانيه فالله يصلح عيال المسلمين والمسلمات. امين. ووصي والله ماني افهم من المجتمع كله. يا ابو علي يا ابو علي انا كلمات ما تظهر من عندي الا مرتبه. لا تقاطع هذه فوق هذا. لا تقشع وانت تتكلم. لا تقشع لا تقشع. روح عليكم بالدعاء لابنائكم وبناتكم. والله انا صحيح الدعاء ترى الدعاء هو الله اللي يطهر الولد والبنت لك. اللهم ارزقني النيه الصالحه والذريه الصالحه. اللهم اصلح لي اولادي وبناتي. اللهم وفقهم. اللهم اطهرهم لي بطاعته ومحبه الله. هذا دعاء الله اللي خلقنا من عدم الى وجود يطهرك البشر بتوفيق الله اولاد. اما التعصب وشكم قهران وشكم ما عجبه الامور هذه. لازم الدنيا بسياسه لازم ولا تعطيه فسحة أكثر من 5 ريال يخربها. خليك على 5 ريال وقلبها. لابد من 5 يا أبو. لا تبخل عليه ولا تمدها تبسطها كل البسطة المغلولة. خذها في حاجتي تحاول تضربني. وصيكم في الوسط الوسط. إي والله. في القرابة وفي الأخو وفي الأخت وفي البنت وفي الوالدين هم أهم شيء. لكن والله يا الوسط اللي هو استركب توفيق الله في الحياة بالرجي وبالعافية ويجمع شملك. عانيت أختك ولا أخوك ولا أبوك ولا قريبك مارك لجوم إلا تسلم عليه. صح. هذه كبيرة عند الله. مهما تعبت وخسرت ترى عند الله كبيرة تفتح لك أبواب لأن الوصل ما هو بسيط. والثانية آخر شيء آخر شيء آخر شيء. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الصبر الصبر يقولون في الجنة باب للصابرين. ما شاء الله. على المرض وعلى القريب اللي سبحان الله ولا اللي جاء ولا أي حاجة أكبر أن الله مع الصابرين. ما شاء الله. السلام عليكم. إنك ما صبرت. كمل كمل يا إنك ما صبرت علي أنت امتحنتني شو اسمه أذن.